كيف تتحلى بتحمل المسؤولية؟ هما أمران. أولاً، البدء باكراً بتحمل المسؤوليات المناسبة، فمن لم يبدأ باكراً فليتحمل الآن. نصيحة يا إخواني اللي عنده أولاد، احذروا من الدعايات التي تقول دعوهم يلعبون، دعوهم ينامون، دعوهم يرتاحون. اسمعوا ماذا يقول اختصاصي علم النفس، يقول إن تحمل المسؤولية هو من الأمور التي يكتسبها المرء قبل البلوغ، يعني بالعشرة 11-12، بها 3 سنوات يا ابنك بيصير بتحمل مسؤولية، يا بعيد من هون بيكون ضاع هذا الولد. إن تحمل المسؤولية هو من الأمور التي يكتسبها المرء قبل البلوغ، كما أن تحمل المسؤولية شيء يزيد وينقص وينمو ويتعدل وقد يتلاشى مع الأيام. ماشي الحال، اللي ما صحح له من قبل البلوغ يبدأ بتحمل المسؤوليات يبدأ الآن، لأنه تحمل المسؤولية بيتغير. ومن العبث أو إضاعة الوقت أن تتوقع تكوين المسؤولية الناجحة أو التي تهدف إلى خدمة الآخرين عند أناس لم يبذل لهم الحب ولم يمنح الاعتبار والتقدير الضروريين لبناء شخصياتهم السليمة. وإن الأطفال الذين يسمح لهم ذويهم بأن يتحملوا المسؤولية والاستقلال في وقت مناسب تنمو عندهم الثقة بقدراتهم وبأنفسهم في مجابهة مواقف الحياة الصعبة. ابني عمره 11 سنة، هو بده يرتب السرير تبعه، ما حدا بيرتب له يعني، وإذا ما رتبه بيرجع بيلاقي مثل ما هو. هو بده يطوي أواعيه، ما حدا بيطويهم، وإذا ما طواهم بيرجع بيلاقيهم مرميين بالأرض. هو بده يربط منبه الساعة مشان يفيق، ما عاد فيه أنا، بجوز ما يفيق اليوم، بيروح عليه الباص وبيزعل، بكرة بيفيق. لازم درب ابني على تحمل المسؤولية. إذا دربته وهو صغير هو ينزل يشتري لنا أغراض البيت البسيطة التي تتناسب مع عمره. إذا درب هذا الولد على تحمل المسؤولية سيكبر ويتحمل مسؤوليات أكبر. أما إذا حملنا عنه كل شيء وصار شاباً وصرنا نحمل عنه كل شيء وصارت فتاة جاهزة للزواج ونحن نخدمها بكل شيء، المتوقع أنها لن تستطيع أن تحمل مسؤوليات فيما بعد إلا بصعوبة شديدة. المطلوب أولاً ابدأ باكراً، فإن لم تبدأ باكراً فابدأ الآن. الثاني، التخفيف من اللهو واتباع الشهوات. بدك تصير متحملاً للمسؤوليات، نصيحة نصيحة، هذا الجوال إذا فيه ألعاب بدك تتحدد الألعاب ويتحدد الأوقات، نص ساعة وفقط. تخفيف من اللهو، التخفيف من اتباع الشهوات المباحات. هذه القهوة اللي عم تروح عليها كل يوم 5 ساعات أسوأ شيء لتؤذي عندك تحمل المسؤولية. كأن البلد ما فيها شيء، وكأننا في راحة، وكأن وضع الإسلام والمسلمين سار جداً، وكأن العالم الإسلامي في تقدم، وكأن البلد مهيأ فيها كل شيء وأوضاع الناس جيدة، وما عندنا غير أن نؤرجل 5 ساعات في المقهى في كل يوم. من أراد أن يتحمل المسؤولية فعليه التخفيف من اللهو والتخفيف من اتباع الشهوات. المباحات ليست المحرمات، خفف من الشهوات المباحات. فإذا أردت أن تتحمل المسؤولية اعمل، ابدأ، حمل نفسك واجبات تتناسب معك. ورقم 2، الهو والعب، خذ من الشهوات المباحات لكن باعتدال، لكن بتخفيف، لتبقى حياتك حياة عمل وحياة جد وحياة إنجازات.